يسرني أن أرحب باسم وزير السياحة والنقل الجوي والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والسادة أعضاء المرافق له وبكم جميعا في هذا اللقاء التواصل الهام حول تشخيص الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع السياحي بجهاز سوس ماسا. بعد الأزمة السياحية التي تمر منها مدينة أكادير من أجل إنقاذ هذا القطاع ذات الأهمية في الاقتصاد الوطني، ترأس وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد اللقاء التواصلي للقطاع السياحي مساء يوم أمس بمدينة أكادير، والذي خصص تدارس مشاكل قطاع السياحة وأعطابها بجهة سوس ماسا، وذلك تلبية للنداءات والمراسلات التي أطلقها عدد من مسؤولي وبرلماني جهة سوس ماسا. وهذا اللقاء مع السيد الوزير احنا غادي نطرحوا واحد العدد ديال المواد واحد العدد ديال المشاكل والمعوقات التي تحول دون اقلاع اقتصادي واقلاع سياحي متكامل في هذه المنطقه. ومن بين المحاور الاساسيه اللي غنتكلموا عليها، اولا هو المحور ديال النقل الجوي الذي يستهتر باهتمامنا واهتمام جميع الفاعلين السياحيين في قطاع السياحة. ومني كنهضروا على النقل الجوي تنتكلموا على النقل الجوي على الصعيد الدولي، وكنهضروا على النقل الجوي على الصعيد المحلي. الموضوع الثاني اللي غادي نتناقشوه مع السيد الوزير وهو موضوع الترويج او التعريف بمنطقه اكادير سوس ماسا. ومني كنهضر على اكادير سوس ماسا كنتكلم على اكادير كمدينه، وكنتكلم ايضا على الاقاليم المجاوره والمكمله لمدينه اكادير كتارودانت وتاتا وتيزنيت وشتوكايت باها وإيموزاريدا وتانان. وخلال هذا اللقاء اكد والي جهه سوس ماسا احمد حجي على اهميه هذا اللقاء التواصلي الذي وصفه بالهام لتشخيص الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع السياحي بجهة سوس ماسا وتحديد الإكراهات والتمكن من تجاوزها. وخلص والي الجهة إلى أن الفرص المؤهلات والإمكانيات التي تتيحها جهة سوس ماسا في ميدان السياحة وما تتمتع به من مميزات قل نظيرها، مؤكدا على العمل من أجل أن تستعيد مدينة أكادير مكانتها التي تستحقها على الصعيد الوطني والدولي.